حالة إنسانية. طبعا كنا احنا بنتكلم قبل كده في البرنامج، كنت انت اتكلمتي عن البرنامج، عن المسلسل، مسلسل نمرة 2 بتاع احتضان الأطفال، وعملنا حلقة كاملة عن هذا المسلسل وعن اللي بيحصل في فكرة تبني الأطفال واحتضان الأطفال والمساهمة في يعني تربية طفل حالته الاجتماعية لم تسمح لأهله ان هو يكملوا تربيته. ففي بقى ناس ربت طفلة عندها 3 سنين، ولما كملت ال3 سنين الأم حملت، فقرروا يرجعوا البنت اللي عندها 3 سنين الملجأ مرة أخرى. تعالوا نشوف الأستاذة اللي هي مسؤولة في الحقيقة عن هذه القصة، وبتحكي إزاي الحكاية، وبتحكي إزاي القصة، وبتحكي إزاي عن حجم المسؤولية اللي لازم تتوفر في الناس اللي عايزة تعمل عملية التبني. بنوتة جميلة جدا عندها 3 سنين، أهلها قرروا إن هم يرجعوها لمجرد إن الأم حملت، الأم بقت حامل، فالأسرة طبعا يعني مش هتقدر بقى تتحمل مسؤولية الطفلة، فالطفلة رجعت. الطفلة دي قد بنتي، يعني الطفلة دي عمر ليلى، عندها 3 سنين، تعرفش حاجة غير بابا وماما. امبارح كان أول يوم ليها تبات جوه الدار. تفتكروا الليلة دي مرت عليها ازاي؟ يعني تفتكروا مثلا هي حست بيه؟ تفتكروا مثلا سألت على باباها، سألت على مامتها؟ متعودة تنام في سرير معين، متعودة تشرب حاجة معينة. احنا ظلمنا البنت دي مرتين، وهي البنت اتظلمت مرتين الحقيقة. مرة يوم ما تم التخلي عنها أول مرة، تاني مرة اتظلمت وهي كبيرة وهي فاهمة بعد ما ضاقت يعني ايه بيت وحياة وبابا وماما طيب الحقيقة كان نفسنا عمالين بنسأل اسمها ايه، للأسف اسمها مش عندنا، بس يعني انسانة قوي، يعني انسانه قوي قوي قوي، تستحق كل التحيه والاحترام، وحقيقي تستحق كل التحيه والاحترام. وشبهتها ببنتها، قالت ده قد بنتي، ومتخيله احساس الطفله الصغيره اللي يعني قضت ليله انا ما اعرفش قضتها ازاي الحقيقه، فجاه لقت نفسها في مكان مش عارفاه، في وسط ناس مش عارفاهم، بتسال على الناس اللي اديتهم الطفله الصغيره دي كل الحب وكل الحنان وكل اللي تقدر تديه لهم تجاه اهلها. بصراحة مش مستوعبة أبدا أبدا قسوة المحتضنة اللي جاية بعد 3 سنين ترجع طفلة لملجأ بحجة إنها خلاص بقت حامل وفي انتظار طفل يعني يجي لها. بصراحة مش مستوعبة، يعني مش عارفة تفرق معاها في إيه، مش عارفة يعني بصراحة يعني هتفرق معاها في إيه. 3 سنين بتقول لها يا ماما، إزاي جه في لحظة كده لا تمشيها؟ أنا مش متخيلة الحقيقة يعني. والله انا قلقان بس تبقى فتوى، انت عارفه في ناس بتخش تقوم فاتيه كده في الحاجات اللي زي دي وبتخرب حياه ناس، يعني دي حاجه غير انسانيه خالص. وبصراحه بقى انعدام في المسؤوليه، واعتقد انه الناس اللي عندها هذا المستوى من انعدام المسؤوليه هيبقى عندها مشكله كمان في مسؤوليه الطفل الجديد.